السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا نسب قناة كريمتك. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا كيفية تغيير زجاج الحماية لهاتف إكس 623 الإكس سي نوت 6 إكس عفوا. قمت بإزالة الزجاج المتكسر وكذا التنظيف، ثم أريكم كيفية التركيب. نتأكد من نظافة الشاشة جيدا. لا تبقى شوائب. عليكم السلام. الآن نقوم بتركيب ورق الأوكا المحل مغبر. أزيد التنظيف. نعمل على إزالة ما باقي. هذا الشكل شكل الآن نأتي بالفريم ثم نركبه. نحاول نكادر على الوسط في الوسط حتى تكون مضبوطة.
أن نقوم بإزالتها وإدخالها الفرن من أجل الضغط. من أجل عملية إفراغ الفقاعات. الإخوان سأدخلها هنا من أجل عملية الضغط إن شاء الله. أعتذر. هذا الشكل حتى لا تكسر. ثم بعد ذلك نختم هذه الحجرة إلى حجرة إزالة الفقاعات ونريكم الشكل النهائي. الخطوة الثانية الإخوان هي إزالتها. من أجل إدخال الحجرة الثانية أعطيها مدة إلى الوقت. ثم نقوم بتركيبها لنرى. هذا الإخوان الشكل النهائي هنا بدون فقاعات إلى لاحظتوا. غادي نقوم بتجريب الشاشة لأنه بعض الأحيان قد تكسر أثناء عملية الضغط اللي شفتو في الفيديو نادرا. بسم الله. الآن أصبحت لنا شاشة جديدة. بعد أن كانت بهذا الشكل وهذا السوء فقط وضعت لها سكوتش هنا لاصق من أجل أن لا تتكسر أثناء عملية إزالة البويقة أو الجلاس كما نسميه. أصبحت الشاشة كأنها جديدة. أتمنى إخواني لعجبكم الفيديو تبارتاجيه ودعمونا بآراءكم وتعليقاتكم وكذلك اللايكات. والسلام عليكم ورحمة الله. اللي عنده شي تساؤل عفوا يتساءل نجاوبوا عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.